أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أشغل أشرطة القرآن في السيارة وأنا أقود، مع العلم أني قد لا أركز في سماعه أو أتشاغل عنه؟ إذا تشاغلت من غير قصد فلا بأس. إذا تشاغلت من غير قصد وإنما الشيء عرض لك واهتممت به وأنت ما تقصد الإعراض عن القرآن، ما في بأس. نعم، ثم تعود إليه.